بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا ومباركا فيه. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وهدانا إلى صراطه المستقيم. الحمد لله الذي سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله غيرك ولا معبود بحق سواك، ونشهدك بأن محمدًا عبدك ورسولك ونبيك وصفيك، أرسلته بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى صراطك بإذنك وسراجًا منيرًا. نشهدك أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأقام علينا الحجة وتركنا على المحجة البيضاء لا يزغ عنها إلا هالك. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن صلح من أمته إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة الكرام، أيها الحضور الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم إن شاء الله من الجنة منزلا. شكر الله سعيكم وثبت الله أجركم ونفعنا وإياكم إن شاء الله بما نستمع من آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الحكمة. ونسأل الله تعالى أن يسدد خطانا وأن يهيمن مراشد أمورنا وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما زلنا أيها الإخوة الكرام في عبادة التفكر، هذه العبادة العظيمة التي غفل عنها كثير من الناس، وهي حقيقة أن الإنسان يتلذذ بما أعطاه الله تعالى من هذه الجوارح، جارحة البصر، جارحة السمع، جارحة العقل، جارحة القلب، وكذلك هذه الآيات التي هي تحيط بنا. وبعد ما ذكرنا آية السماوات والأراضين وآية النجوم والكواكب وآية الليل والنهار وآية البحار وكذلك آية خلق الإنسان، هذا الإنسان كما قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. أهو يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وكذلك آية السفن التي تجري في البحار، وكذلك الآيات تفكر في المخلوقات، الحشرات، الطيور، هذه الوحوش وغيرها. وكذلك ذكرنا في الدرس الماضي يعني آيات والتفكر في قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك في قصص أممهم وكيف كانت عاقبة الظالمين وعاقبة المعصية الذين طففوا في الميزان، والذين كانوا يأتون الفواحش، والذين كانوا يجاهرون الله بالمعاصي، والذين كانوا يتعرضون لأموال الناس ويظلمون الناس وغيرها من غير الشرك اللي هو يعني أعظم الذنوب، وكل أمة من تلك الأمم الشرك معها ذنب من الكبيرة من الكبائر، كل أمة إلا وكان لها من الكبائر من الطغيان ومن التجبر وكذلك من الترف والفساد والفواحش وغيرها. وكذلك نظرنا وذكرنا الإنسان ينظر ويتفكر في عاقبة المتقين، كيف أن الله تعالى أنجى المرسلين عليهم الصلاة والسلام والذين آمنوا معهم. ورب سبحانه وتعالى لما ذكر دائما يترك ذكر في سورة الصافات لما ذكر سيدنا نوح قال: وكذلك نجزي المحسنين، وكذلك وتركنا عليه في الآخرين إنه كان من عباد المؤمنين وكذلك نجزي المحسنين، حتى يبين الله تعالى هذا ليس خاص بنوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس وغيرهم وإبراهيم، بل هو كل من سلك سبيل الأنبياء والرسل عليهم السلام من الصلاح ومن التقوى ومن الإحسان أن العاقبة له بإذن الله سبحانه وتعالى. واليوم إن شاء الله سنذكر مجال آخر للتفكر وللتدبر وهو القرآن الكريم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قال كما جاء في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك ما قال الله عز وجل في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والله سبحانه وتعالى نزل هذا القرآن منجما حتى نتدبر آياته ونتفكر فيه، وفيه من المواعظ وفيه من الآيات وفيه يعني من المعجزات. القرآن كله في الحق معجزة، من ألف من الحمد إلى الناس
كل هذه الصور 114 صورة كلها معجزة، وتحدى الله سبحانه وتعالى الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولو قلنا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا القرآن اللي تنزل على مدار 23 سنة، المفروض ما رأينا من البشر، مستحيل. أنا نعطيك فقط كان يعود إمام، غير دروس غير الخطب، وكان يرجع للماضي، يرجع 5 سنين 10 سنين، يضحك على روحه وش كان يتكلم والله وش كان إيه، تبانوا بأنه كانوا شنو الخطب اللي كان يقول فيها الكلام، ولا دروس ولا غير ذلك. نعم، وهذا يعني في الحقيقة الإنسان يرتقي، والإنسان كل مرة يكون عنده الفسحة في المجال في النظر وفي غيرها، ينظر الإنسان. ومستحيل يا إخواني في الحقيقة الآن سوى في الكتب في التأليف، والله مثلا الآن في البرمجة الإلكترونية الآن وغيرها، دائما كان الفيرسيون، دائما كان تحديث، كان دائما تصحيح، دائما كان كذا، ومستحيل. ولهذا ذكرتكم عالم من العلماء الأمريكيين قال مستحيل وأسلم بسبب آية من الآيات، البداية من سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مستحيل هذا الكلام قال لا يصدر إلا عن الله الذي أحاط بكل شيء عندنا. مستحيل واحد مؤلف يقول هذا هو الحق ويتحدى به البشرية، مستحيل. أي تأليف، أي نظرية، أي علم من العلوم دائما فيه إصدارات، دائما فيه تصحيحات، دائما فيه تحديثات، وهكذا القرآن يا إخوان على مدار 23 سنة بنفس الأسلوب. وهنا رأينا يعني آيات، كاين صور تنزل آيات في البداية الدعوة، بعد تنزل آيات في في, في الهجرة، وتنزل آيات من ذكرتكم سورة الأحقاف يا إخواني نزلت في يعني في في بداية يعني الرسالة، نزلت بمكة إلا آية نزلت بعد الهجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما 10 سنوات، وحتى ما جاءت في الأخير بل جاءت في الوسط. قل أرأيتم إن كان من عند الله قل أرأيتم إن كذبتم به وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا يتكلم على عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام رضي الله عنه أسلم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أول هجرة، وهذا بعد يعني 14 سنة للدعوة الرسالة، إيه يعني، وغيرها وغيرها من الآيات وغيرها من الصور وغيرها، يعني مستحيل. وحتى من العلماء والمفكرين حتى الغربيين يقول لك باه يكون هذا القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، هما ما يعرفوش يعني الأسلوب البلاغي والأسلوب الإعجازي في اللغة العربية، يعني عن معلومات يلزم يعرف القانون الدولي والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية، ولازم يعرف العلوم الفلكية والعلوم البحار وعلوم كذا. وأنا يعني في الحقيقة سأذكر لكم اليوم 20 آية، 20 معجزة، هو القرآن كلهم يعني حيرت العلماء، علماء الغرب حيرتهم، والذين لم تكن عندهم خلفية أسلموا. 20 آية في القرآن الكريم، يعني 20 معجزة عظيمة أخبر عنها القرآن، مستحيل علماء الآن يقول لك مستحيل أن يكون يعرفها إنسان في ذلك الزمان. من أين لمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أين له هذه المعلومات؟ مستحيل الآن يعني بعد دراسات وبعد ما الإنسان اكتشف آلات وصنع وابتكر يعني أجهزة به وصل بعض المعلومات اللي موجودة في القرآن الكريم، من أين؟ وهنالك من العلماء اليابانيين أو الأمريكيين ولا غير ذلك أعلنوا إسلامهم بهذا. ولهذا الإنسان المؤمن يا إخواني الآن القرآن له حقه، ما يتقراش جريدة القرآن، ما يتقراش كما يقرأ الإنسان جريدة ولا يقرأ كتاب عادي يا إخواني. وإن كان القرآن هو في الحقة تعبدي حتى، والإنسان هو الكتاب الوحيد اللي هو تعبدي حتى إذا لم تفهم شيئا فهي عبادة، تلاوة القرآن هي عبادة. لكن شتان بين الذي يتدبر والذي يفهم والذي يتذوق، يقول الإمام ابن عثيمين رحمه الله كمن يتصدق بالدنانير العادية، كمن يتصدق، هل يستوي كمن يتصدق بالذهب أو كمن يتصدق بالدرر والجواهر؟ هل يستوون في الأجر والثواب؟ أبدا، مستحيل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني وهذا من الإعجاز، يقول من قرأ حرفا من القرآن فله 10 حسنات إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء.
يعني يستطيع الإنسان بالتدبر وبالإتقان وبالتمعن وبالتفكر وكذا ويربط العقل والقلب والنظر وكذا، يستطيع الإنسان أن يصل إلى 7000 حسنة بحرف واحد. إيه؟ تصور تقدرتيات يعني قناطير المقنطرة من الأجر في تلاوة يعني بعض الصور أو بعض الآيات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني الحديث تاع عبد الله بن عباس، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون كيف كان لما يمر على آية فيها رجاء كيف يدعو الله تعالى ويترجى الله سبحانه وتعالى، كيف لما يمر على آية فيها تسبيح كيف يسبح الله ويعظمه، كيف لما يمر على آية فيها تخويف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويدعو الله ويتضرع وغيرها يعني من كان يتذوق. حتى قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يعني كنت كدت يعني أن أقوم بسوء. قال ما هذا السوء؟ قال أن أنصرف ما استطعت. النبي صلى الله عليه وسلم قام في الحديث عبد الله بن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قام بالبقرة وآل عمران والنساء، فيت 10 حزام ونص في ركعة واحدة. ثم قال حتى في الركوع قال فركع مثل قيامه أو أقرب، ثم في السجود قال سجد أقرب إلى ركوعه. يعني سبحان الله العظيم، ركعتين خلاص هاولي انتهى. وقال يمر بدعاء يدعو، يمر بخوف يخاف، يمر بكذا، يعني كان يتذوق هذا القرآن الكريم. فتعالوا معنا، يعني أنا أردت يعني ألفت انتباهي وانتباه إخواني إلى هذا المجال، إلى هذا القرآن يستطيع الإنسان بالتدبر ولا يدير الإنسان ويستطيع. هذه من العلماء من ذكروا أن الإنسان يدير قراءة تاع الختمات ودير قراءة تاع تدبر. مثلا يخدم الإنسان مثلا يوم الجمعة والله مثلا كذا، والله مثلا يدير ساعة ولا نصف ساعة في كذا، يهز تفسير ولا كذا ويقرأ، يتبع يمشي من الفاتحة ويمشي 3 آيات ولا 4 ويدبرهم ويشوفهم كيف هو يقرأ التفسير تاعهم ويتمعن معهم ويمشي وهو يتبع. كل خطر يتبع يدير هذه قراءة تاع تدبر والقراءة الأخرى التي يعني يتعبد بها إلى غير ذلك، ويستطيع بإذن الله تعالى. إيه ربي وفقنا. الآية الأولى وهي من سورة فصلت، قول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذه الآيات ألقيت في المؤتمر العلمي للإعجاز القرآني الذي عقد في القاهرة، ولما سمع بروفيسور كان بروفيسور يماني يقول يوشيدي أو يوشيدي كوزاي قال هذه الآية فقام قال مستحيل، قال لم يصل العلم والعلماء إلى هذه الحقيقة المذهلة بأن السماء كانت دخان إلا بعد ما التقطت الأقمار، كاميرات الأقمار الاصطناعية القوية صورا وأفلاما حية تظهر النجم كيف يتكون من كتلة كبيرة من الدخان الكثيف في القاتل. ما كان يعلمها الإنسان إلا في القرن العشرين، أواخر القرن العشرين بقى الإنسان لما بعث تلك الأقمار الاصطناعية وغيرها رأى بعض النجوم، تكون بعض النجوم من الدخان. كيف كان؟ قال كنا نظن بأن السماء كانت كتلة واحدة لم تكن دخان، والله تعالى ذكر. من أين لمحمد صلى الله عليه وسلم بهذه المعلومة؟ كيف عرف بأن السماء أول نشوءها كان دخان؟ الله تعالى قال استوى إلى السماء وهي دخان، ثم لأن الأرض أنشئت قبل السماء، بعد ما خلق الله الأرض استوى إلى السماء وهي دخان. أذكر ربي يقول أهنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وقدر فيها قواتها وأرزاقها ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذه الآية كانت السماء دخانا وغازات، ثم بعد ذلك تكونت. هذه ما كان يعلمها العلماء إلا في آخر القرن العشرين. مستحيل. من أين هذا؟ من أين لهذا القرآن لو لم يكن هذا القرآن من عند الله الذي خلق السماوات وخلق الأراضين؟ ما كان يعلمها. الآية الثانية وهو قول الله عز وجل أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ولقد بلغ ذهول علماء المؤتمر الشباب الذي كان يعني اجتمع في الرياض في 1979، ولما قرأت هذه الآية فلما سمعوا هذه الآية قالوا حقا لقد كان الكون في بداية عبارة عن سحابة سديمية دخانية غازية هائلة متلاصقة، ثم تحولت بالتدرج إلى يعني ملايين ملايين من النجوم حتى ملأت السماء.
قال فصرح البروفيسور هذا الأمريكي بالمار قائلا إن ما قيل لا يمكن بحال من الأحوال أن ينسب إلى شخص مات قبل 1400 سنة، لأنه لم يكن لديه تلسكوب ولا سفن فضائية حتى يعلم ذلك. وهذا هو الانفجار العظيم اللي رأى الآن أوروبيين، الآن أوروبيين غربيين علماء الآن رجعوا، وهنالك من ألف كتب بأن الآن العلم الأدلة العلمية أصبحت في صف الله، يعني تثبت وجود الله. الآن علماء كانوا ملحدين الآن أقروا هذا الانفجار العظيم بيج بونغ. هذا اللي ربي سبحانه وتعالى قال لما ذكر في سورة الأنبياء، قال بأن الكون كله كان رتقا، كان كله كتلة واحدة، والله تعالى وزع وقسم. ولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وقسمناهما وبيناهما، بنت منها النجوم وكواكب الأرض وغير ذلك من الكون. وهذه مستحيل، قال هذا البروفيسور مستحيل به واحد شخص بشر مات قبل 1400 سنة، هذا كان في 1979 تقريبا 1980، مستحيل. من أين له هذا إذا لو لم يكن هذا من وحي الله تعالى؟ يا إخواني راه المسلمين الآن برك لما يستعملوش الوسائل العلمية والإعلام وغير ذلك. الآن الكفر كما ذكرت لكم في بعض الدروس، هنالك فكرة ألمانية تاع فيلسوف يقول لك اكذب 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 حتى تصدق، وهذا ما يستعمله الآن الوسائل الإعلام، الآن الإعلام الغربي وإعلام الأبواق، هؤلاء الذين يريدون أن يجعلوا من الكذب حقيقة، اكذب اكذب اكذب. وإلا هذا الأمر قال مستحيل هذه تكون قرآن إلا أن يكون من عند الله سبحانه وتعالى، والله تعالى بين في هذه الآيات. كذلك كما قال الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الآن إيه؟ الآن راه كاين ثمن أدلة مادية تثبت أن الله موجود لا شك فيه ولا ريب. خلاص الآن خلاص، غير كاين بعض الغربيين يقولوا هذا الناس لهم الملحدين والذين ينكرون وجود الله، ما هو إلا هو كما قال الله عز وجل بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. الآية الأخرى الثالثة وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وقد أثبت العلم الحديث الآن أن أي كائن يتكون من نسبة عالية من الماء، وإذا فقد 25% من مائه فإنه سيقضي نحبه لا محالة، لأن جميع التفاعلات الكيميائية داخل خلية، خلية أي كائن لا تتم إلا في وسط مائه. وربي قال وخلقنا من كل شيء، كل شيء مخلوق من الماء. لا محالة، لأن جميع التفاعلات الكيميائية داخل خلايا أي كائن حي لا تتم إلا في وسط ماء، فإذا جف عنها الماء ماتت. وأنتم رأيتم ذاك العام سنة عند 10 سنوات والله من أوروبا بدأ يزحمها الحر، تغير هذا المناخ، ورأينا نسبة كبيرة تاع الشيوخ لما توفوا بسبب فقدان الماء، بل ما فقدوا من أجسادهم الماء دون شعور وإحساس بذلك بسبب الحر، ويخرج الماء هذا عرق وغير ذلك، ولا يتناول ولا يعوضون هذا الماء حتى ماتوا، ونسبة كبيرة من الشيوخ. الآية الرابعة وهي والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وقد أثبت العلم الحديث أن السماء في كل لحظة في كل ثانية هي في سعة وفي ازدياد. الآن الكون كله يزداد سعة باستمرار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال من قال؟ من علم محمد صلى الله عليه وسلم بأن السماء أن الله سبحانه وتعالى بناها بقوة، وأنه سبحانه وتعالى وأنه يوسعها وإنا لموسعون؟ من أين لها محمد صلى الله عليه وسلم؟ والناظر إلى هذا السماء هذا الآن الاستعاء يا أخواني هذا السعة، وين عرف العلماء لما بعد عندهم يبعثوا المصابير هذه إلى الكواكب، وهذه التلسكوبات تاع مراقبة ومتابعة النجوم. ولما تكلمنا احنا في مواقع النجوم هنالك من النجوم من خلاص اندثر عنده مليار سنة والآن لم يصل إلينا ضوءه للآن. ولهذا ربي قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم،
هذه مواقع النجوم ثاني شيء علم آخر يتبعون، لأن الآن كل رهم يتبع النجوم كم تبعد كل يوم، كم تبعد بسنوات ضوئية. وهل كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يملك تلسكوبات وأقمار اصطناعية حتى يستطيع، أم أنه وحي من عند الله الذي خلق هذا الكون العظيم ورفع هذه السماوات بغير عمد؟ الأذان ولا مازال؟ تفضل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صل على محمد. نواصل بإذن الله تعالى. وكذلك الآية الخامسة التي حيرت العالم، وهي والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وقد أثبت يعني العلم الحديث الآن أن الشمس يعني لها سرعة خارقة، ولكن البعد لما كانت بعيدة عنا جدا 150 مليون يعني كيلومتر أو 92 مليون ميل، يعني تراها كأنها ثابتة وأنها كأنها تتحرك، وإلا حركتها فإنها 43200 ميل في الساعة، سرعة خارقة. وهذه الحقيقة يعني كذلك قد اندهش أمامها بروفيسور أمريكي لما سمع هذه الآية، وقال والله إني لا أجد صعوبة في تصور يعني أن ذلك العلم القرآني أنه توصل إلى مثل هذه الحقائق العلمية التي لم نكن نعلمها إلا حديثا. من أين للقرآن هذا لو لم يكن هذا القرآن هو كلام الله؟ من كان يعلم بأن هذه الشمس يعني تجري مش تمشي، تجري يعني بسرعة فائقة عظيمة. ولكن يا إخواني لما كان البعد هذا لما الإنسان يكون قريب من شيء يراه يعني سرعة، لكن لما يكون بعيد كما الأرض دوران تحت لما يكون ثابت ترى كأنها متوقفة. وهذه الإنسان يعني حتى في الأشياء لو كان يجربها الإنسان لما تكون سرعة ثابتة فلتظهر لك كأنها متوقفة لا تتحرك. وهذه من أين لو لم يكن القرآن من وحي الله سبحانه وتعالى؟ كذلك الآية السادسة، وهي قول الله عز وجل ومن يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذه الحقيقة الفيزيائية من أين؟ وإحنا نعلم بأن الإنسان كل ما يصعد ينقص الكمية على الأكسجين حتى يختنق. وهذه يراها حتى الإنسان يعني لما يكون في الطائرة لما تصعد يعني لو كان ما كانش يعني الأكسجين داخل يعني الطائرة ويحس الإنسان بضيق في صدره
لأن الإنسان ينقص. من أين لهذا؟ يعني هذه الحقيقة العلمية والفيزيائية، من أين للنبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن وحي من عند الله الذي خلق هذه القوانين وهذه النواميس؟ كذلك الآية الأخرى وهي قول الله عز وجل: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وقوله سبحانه وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. فهاتين الآيتين الكريمتين يعني تدل على أن الكون يعني غارق في الظلام الداكن، وإن كنا في وضح النهار، حتى وإحنا رانا في النهار هنا في الأرض الكون راه في ظلام دامس، والظلمة هي الحقيقة يعني المهيمنة على الكون والضوء. لهذا الله تعالى قال: وآية لهم الليل، الليل هو الأصل، ونسلخ منه النهار، كأن النهار هو الغطاء هو الغشاء، والظلام موجود ثم يأتي النور، والنور هذا الكواكب. فقد رأى يعني وتتبع العلماء لما يرون يعني الكواكب لما تمر عليها الشمس ولا تمر كوكب ذلك على الشمس يضيء ذلك الكوكب، ولكن يبقى الظلام من حوله. وقد رأوا هذه الأرض يعني وصورتها تلسكوبات وغير ذلك بأن الأرض فيها الضوء النهار ولكن من حولها الظلام. وحتى هذه النجوم وهذه المصابيح فإنها يعني ضوءها كأنه واهن وضعيف، كأنها الله سبحانه وتعالى لا تستطيع أن تنير هذه السماء، ولكنه جعلها كاللآلئ يعني زينة وبهاء. لأن يعني النجوم كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن لها ثلاث وظائف: جعلنا زينا السماء الدنيا بمصابيح، جعلها الله تعالى زينة. وتصوروا أنكم تنظرون إلى الليل المظلم المبهم وليس فيه نجوم، كيف يكون يعني الصورة وكيف يكون المشهد؟ وثانيا جعلها دلائل، لأن هنالك النجوم الثابتة وهنالك النجوم السيارة، وجعلها الله سبحانه وتعالى يعني هداية للبشر في البر والبحر، وبالنجم هم يهتدون. وجعلها الوظيفة الثالثة أنها جعلها رجوما للشياطين الذين يسترقون السمع. الآية الثامنة التي حيرت العلماء كذلك وهي قول الله عز وجل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وقد أثبت يعني العلم الحديث بأن هذه الأرض يعني هنالك الغلاف الجوي المحيط بالأرض الذي يحميها من الأشعة الشمسية الضارة ومن تلك النيازك المدمرة. فعندما تلامس هذه النزايك هذا الغلاف الجوي المغطي الأرض فالله سبحانه وتعالى إنها تستمر بفعل احتكاكها به، فتبدو لنا ليلا كأنها كتل صغيرة مضيئة تهبط هذه الشهب، هذه الشهب اللي نراها نحن يعني التي يرجم بها الشياطين. هذه النيازك لما تصل، تصوروا لو كان ما كانش الغلاف ربي سبحانه وتعالى قال جعلنا السماء، وإحنا نعرف في اللغة العربية السماء هي السحاب، هي السقف، هي السماء الحقيقية وغيرها. وأنزلنا من السماء ماء يعني من السحاب، وربي سبحانه وتعالى في سورة الحج قال: من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. شنو السماء؟ يعني السقف، يدير حبل في السقف ويخلق روحه ويشوف روحه. إيه اللي ظن اللي كان يعتقد بأن الله لا ينصر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يدير سريفة في رقبته ويتعالى ويشوف هل يذهب كيده ما يغير. إيه السماء يعني السقف، الله تعالى جعل سقفا لهذه الأرض، غلاف جوي محيط بهذا الأرض يحميها. وكذلك هذا الغلاف يا إخواني هو الذي الآن يعني من فوائده، ولهذا سمى الله تعالى والسماء ذات الرجع، هذا الرجع وهذا الغلاف يا إخواني. حتى الآن لو كان مش هذا الغلاف ما يكون هنالك تلفزيونات، ما يكون هنالك هاتف، ما يكون هنالك اتصالات، ستتبعثر هذه الأمواج في الكون وتزول وتتلاشى لو ما كانش هذا الغلاف اللي رجعها والذي يعيدها هذا الغلاف. نعم يعني العلماء الآن لما كان في السابق يفسرون السماء ذات الرجع يعني أن البخار الذي يصعد من البحار يصعد إلى السماء فتتكون السحب ثم ترجعهما، هذا ما كان يفسرها. والآن يا إخواني عند أكثر من 8 تفسيرات من العلماء الحديثين اللي تكلموا على الإرجاع نتاع هذا الغلاف الجوي من فوائد نتاعه، وربما بعد سيفسرونه في عنده عدة فوائد. هذا من أين للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لو لم يكن وحي من الله، وهو الذي جعل هذا الغلاف لحماية الأرض وحماية مصالحه وكون اتصالات وكون تواصل بين الناس وغير ذلك. وهذا كذلك حيرت العلماء. الآية الأخرى وقول الله عز وجل: والجبال أوتادا.
وقد أثبت علماء الجيولوجيا الآن بأن هذا الجبل، هذه الجبال، هذا الآن الجبل اللي تاع الإيفرست ارتفاع تاعه 7000 متر تقريبا 7 كيلومتر، راه في الأرض 14000 متر. إيه كالوتد، الوتد إحنا نعلمه بأن الوتد اللي يجعلوه للبيت، رب سبحانه قال جعلها أوتاد، وراه يتكلم للعرب الذين كان عندهم البيت تاع الشعر وبيت تاع الجلد، أنه حتى يقام هذا البيت أنه تقريب الوتد به يمسك لازم ثلثين نتاعو يكون داخل الأرض، وإلا ما يمسكش، لو كان عد في النصف برك من الحركة يولي زيول ويولي يسقط البيت. ولهذا هذه الجبال لما خلق الله سبحانه وتعالى الأرض مادت وارتعدت، يعني هم في حقه يفسروها بأن عندها يعني هذه الطبقة السيمة الموجودة في الأرض وسينجم عنها لولا هذه الجبال من حركتها ستكون هنالك تشققات وستكون هنالك زلازل هائلة تدمر كل شيء، لأن لما ارتعدت فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الجبال أوتادا فأمسكت هذه الأرض وأصبح فيها التوازن. من علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا لو لم الله سبحانه وتعالى؟ هل شهد النبي صلى الله عليه وسلم خلق الأرض خلق الكون حتى إيه؟ إيه مستحيل. أنا قلت لكم يعني في الحقيقة شاهدت واحد مفكر أمريكي وأصله يهودي يتكلم يقول مستحيل، هو في اعتقاده مستحيل يكون القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، هو يقول بنفسه يقول مستحيل بكل الأسباب مستحيل، يعني العلم الآن الحديث يثبت بأن القرآن مستحيل يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معلومات الذي يعني به الإنسان يكون عنده موسوعة، موسوعة في كل قوانين في كل علوم وكل الفنون كل وما من أين لها، حتى تكون علوم وكان تكون حتى أكاديميات ومدارس ومعاهد لازم لك آلات لازم لك أدوات كيف تعرف إيه. وكذلك قول الله عز وجل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وهذه كذلك حتى 1960 وبدات بدا العلماء يبحثون في البحار، كانت العلوم البحريه كانت تقريبا منعدمه وكان يظن الناس بانه هو بحر واحد، الان في بحر الابيض المتوسط فيه 5 بحور يختلف يعني في الكثافه يعني نتاع الماء وشده الملوحه والوزن النوع من الماء ولونه وحتى الحيوانات اللي تخلق فيه، وهذا الخط الرقيق الدقيق الأبيض الذي بين هذا البحار ويفصلها حتى لا تمتزج، كما قال الله عز وجل مرج البحرين يلتقيان، ذكرهما ربي سبحانه وتعالى البحرين بينهما برزخ لا يبغيان، يعني مش غير الماء الحلو مع العذب بل حتى في البحار، البحر قدكم البحر الأبيض المتوسط الآن فيه 5 بحور فيما اكتشفه الإنسان، يختلف في الأنواع الحيوانات اللي تعيش في هذه البحار في الكثافة نتاعه والملوحة نتاعه والحرارة نتاع الماء واللون نتاعه وغيرها من الأمور، يعني العمق لأن اللون نتاع الماء على حسب العمق نتاع البحار. من أين لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم عن هذه الحقيقة العلمية لو لم يكن القرآن وحي من الله؟ وكذلك قول الله عز وجل من الآيات التي يعني حيرت العلماء وأرسلنا الرياح لواقح، هذه الريح وأن من فوائدها يعني هذه الرياح مش غير فوائد أنها تنقل هذه السحب من 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 البحار يعني تنقلها إلى بلاد يعني إلى الصحراء، هنالك بلدان ليس فيها أودية ولو لم الله تعالى يجعل هذه الرياح التي تنقل هذه السحب إلى تلك البلدان البلاد اليابسة ثم ينزل الله تعالى فيها الماء ما كان، من أين لها هذا الماء؟ كذلك من فوائد الرياح أنها تلقح الأزهار وتلقح الأشجار وتحمل، لأن نعلم بأن هنالك خلي 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 هي الجبانة الموت مش من درسك انت يا الموت 3 جثث 3-5 جثث قدامه ناس والله غير قرقر يا ضحاك، أنا هذه خلاص اديت منها درس عظيم ليختم ربي على قلبه تضد الوالو خلاص إلا الله هو اللي يفتح القلوب ولا يغلقها، كي يغلقها يغلقها قلت لكم 5 جنائز ميت ميت بكري راكم الناس كاين هذو الحق شيوخ كذا الموت البلاد المدينه كل يخيم عليها الحزن حزن المدينه خارج المقبره، اما في المقبره مستحيل تشوف ملائكه ايه وتعجب الناس يعني تعجبوا لما وصلوا لينا قال لي يا شيخ ما شفناش هذه الظاهره ابدا وين المسجد يحصرها مسجد ايه. صح كان يعود في داره ويتفرج في المسلسل ولا تعود مرته ذيك شيش يهدر
هذه هي وتاكم بلغتكم الرسالة. سادي ما ديرهاش السيام. الوقت دائما نكتفي بهذا القدر. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يهدينا إلى سواء السبيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.